على إيقاع ونغمات وأوثار معزوفة بنت البلد للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أقول لكم أحباءنا الكرام مرحبا مرة أخرى في برنامجكم، برنامج سلطنة والدندنة، برنامج طرب وكل ما هو جديد، برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادة تي في. أرحب بكل من يلتحق بنا اللحظة، وإن شاء الله الأكيد أننا كذلك ندوز حلقة ممتعة تنال الرضا والإعجاب لكل من يشاهدنا سواء داخل أرض وطن المغرب سواء خارج أرض المغرب. هنا وأتوجه لكل أبناء الجالية المغربية وكل مغاربة العالم، أحييكم ونحبكم، إن شاء الله ينضموا إلينا في هذه الحلقة كذلك، ونواصل المسير ديال المدارس الكلاسيكية الموسيقية الطربية العربية والمغربية. طبعا في كل حلقة أكيد أنني كان بغي نحيي أصدقائي أولا التقنيين ثم الفريق العمل كله، بالإضافة إلى الموسيقيين العازفين أصدقائي طبعا على الأورغ الفنان عادل سويري تحية خاصة، ثم كذلك على الكمان الفنان رشيد بارا، ثم كذلك على آلة العود الجميلة الفنان دريس نيجرا، وكذلك ضابط الإيقاع وبامتياز الفنان مراد. أهلا بكم ومرحبا كالعادة. فأحبائي كلما اشتقت للطرب أكيد أنني كنصادف أصحاب الاختصاص. اليوم أتكون معنا ومرة أخرى فنانة طروبة ممثلة الروح مرحة، ما نكترش عليها بزاف، سعاد حسن. أهلا بك سعاد، مرحبا وألف مرحبا كالعادة. لا يخطيك، كل شيء بخير، دارنا الله يبارك فيك طبعا، وإحنا دائما سعداء وانتي كتكوني معنا. احنا تنعرفوا فيك من غير المدرسه ديالك الطربيه ومن غير الاداء ديالك والغناء ديالك والتمثيل ديالك اللي تبعناك، فالاكيد انا كيعجبني ديك الروح ديالك شخصيتك سعاد، فالاكيد الشخصيه متميزه الى حد ما، فيها شويه الشغب شويه ديال الضحك شويه النشاط ضروري وديريكت ضروري. غادي نهضروا على شي على اي مره ضروري. اخرى مرحبا بك سعاد حسن. شكرا. ثم كذلك فنانين اصوات ربما لاول مره غادي يلتقوا معنا هنا في الشدة، غادي نتعرفوا عليهم اليوم. معنا حمزه، اهلا بك حمزه. الله يبارك فيك، كل شيء بخير حمزه. الله يبارك فيك حمزه، بواحد الابتسامه ديالو بواحد الحشمه ديالو حشومي، فهمتيني؟ دونك اليوم غنكتشفوك مزيان، الله يطول عمرك، وغادي نخرجوك من نخرجوك من الروندا ديالك ان شاء الله. هذه اللي تنقول. مرحبا مرحبا حمزه. ثم كذلك معي معاد، اهلا بك معاد. اهلا سيدي، كل شيء بخير يا معاد، لاباس عليك. اول حاجه كنقول لك شكرا بزاف على الاستضافه. مرحبا مرحبا، وانا جد سعيد باش نكون مع ارقى واجمل فنانه بدنا لي عزيزه عليا لاله سعاد الاستاذه ديالي، وكنشرف بالصديق الجديد حمزه. شكرا. الله يبارك فيك. طبعا معاد من مدينة طنجة اكيد. انا من العرايش، ولكن مقيم في طنجة. من العرايش، العرايش يا سلام، المدن الجميله المغربيه. كنحيو الناس ديال العرايش اللي كندوزو معاهم كنشوفوهم في الصيف مره مره، تبارك الله عليكم. وانت طبعا كتشتغل بطنجه، اما بالنسبه للحمزه فحتى انني كنبغي نحط كل واحد باش نعرفوا اكثر، باش يبقى لاصق حتى في الذاكره والذهن ديال المتفرجين والمشاهدين. فحمزه انت ولد القنيطره. ولد القنيطره، ابن مدينه القنيطره كذلك، اللي دائما ملي كنجبد القنيطره كنجبد الكاك سي نورمال، من الفرق العريقه المغربيه النادي القنيطري والناس ديال الحلاله بويز، فهمتي؟ اللي كنحبوهم. فولد القنيطره، تما درستي، تما درتي كونسيرفاتوار بين الرباط وبين القنيطره، ولكن حاليا انت في مدينه مراكش كتشتغل في مراكش. دونك انت مع احدى سعاد الحسنه. انا مع راهي اللي قالت لي عليكم، هي اللي كانت السبب لانني نتلاقى بك ونتعرف عليك، وانا جيت سعيد لهذا التعرف هذا، وكنشكرك على البرنامج، كنشكر الفرقة الموسيقية والطاقم التقني. نعم. والعاملين على هذا البرنامج اللي عندنا. فانا انا هضرت انا وسعاد فان دائما تنهضروا وتنضحكوا شي شويه في التليفون، تنتلاقاو بعض المرات مره، فقلت لها فوالا غادي نديروا شي حلقه ان شاء الله، راه توحشناك وتوحشك الجمهور، ولكن خليتها قلت لها شوف خليك بغيتك تبروبوزي لي بعض، ربما حيت حتى هي ماشي بوحدي تنقدر نعرف كل ما يروج في من اصوات ومن مغنيين اللي خصها تعطاهم الفرصه في الساحه الفنيه وفي الوسط الفني المغربي، ولكن بمعيه اصدقائي الفنانين فهم كيعاونوني كذلك. وقلت لا سعاد، قلت لها ولا حاولي تشوفي عقل على شي اصوات زوينه، قالت لي فوالا كاينه يجيو معايا الوليدات تبارك الله. قلت لها مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه لمعاد كان داز في واحد المسابقه، كان شارك معنا في المسابقه ديال الغناء
في الرباط كانت تنظيم نادي الفنانين وكنت انت جوري انت وعبد العلي الغاوي اعتقد عتيق عمار عتيق عمار اللي كنحيوها كذلك تحية خاصة الله لها. طيب سعاد حسن نعم. علاش دابا تنقولوا ملي كنبداو علاش ملي كنبداو نهضر معاك تجيني الضحكانه علاش حتى انا لا يعني شخصيه حقيقه الا بغينا بغيتك تلخصي ليا شخصيتك فواحد يعني في سطور قصيره من غير الفنانه فكتميزي انت شويه بالجرأه ياك شنو تيقولوا عليك تيقول لك ديريكت والجرأة ديالي كتكون معقولة يعني الإنسان غنمشي نهضر مورا ظهره ولا غادي في الطابلة جوج كلمات كان ها كار الله يجيب تيسير أنا واضحة واللي كيزيد يشجعني أنني نكون هكا عندي واحد ثقة في نفسي لأنه ما يمكنش نجي نكذب على واحد الإنسان ونقول لي أنت وهذا ودو في الأخر نهضر مورا ظهره لا هذه الجرأة ديالي واخ وكتكوني حقانيه بالنسبه لك ودابا هذا الكاركتير هذا دابا واش كان فيك من اول وبدايتك في الفنيه وفي الوسط الفني ولا هذا الكاركتير تيجي بعد ما التجارب والانسان كتضربوا الموجه الاولى والثانيه والخامسه هي مسائل عاديه لان قال لك الضربه اللي ما تقتل كتقوي لان ما يمكنش نكون من الاول غنكون انا تعلمت وخديت الحوايج اللي مزيان لان مدرسه لان كتكون مع كتدخل لواحد الوسط وكتلقى ناس كبر منك في السن وكبر منك في الفن وهذا انت وشخصيتك واش غتاخذ المزيان ولا غتاخذ الخيب نعم فكتاخذ اللي مزيان كتلقى لقيته مسلكني خدامه به الحمد لله انا بحال شي كتاب نضحك النكات ما كنبغيش ننتبه للناس مال هذاك دار ولا شنو هذاك ما دارش وهذا لان داكشي ما كيهمنيش انا اللي كيهمني هو انني انا كشخصيه كفنانه كيفاش كنكون وسط هاد الناس واش مرغب فيا نكون او ما مرغبش فيا كنحاول نسمع الاصوات الا عجبني صوت كنقدر نمشي لعند شاب ولا شابه نقول لي صوتك زوين نهار تكون عندي فرصه مثلا حفله او تصوير غنعيط لك فوالا طيب هنا جيتنا احنا في البدايه ديال الحلقه بيان سور غنبغيو نسمعوك ولكن انا جاتني لانك عاصرتي بزاف ديال الاجيال سي نورمال مثلا غادي نقول لك مثلا الوسط الفني والاجواء مثلا في الثمانينات وفي التسعينات ومن في الالفينات الاولانيه من 2000 حتى 2010 ومن 2010 لدابا ايهم كانت اخير الثمانينات التسعينات الالفينات الاولى بغيتي الصراحه ولا بغيتي الصراحه حنا جالسين بعضياتنا ما انا غادي نقول لك الزمن الجميل اللي داز كنتي كتحس انك وسط عائله كان الفنان كيبقى فيه الفنان ولينا كنا مضامنين مع بعض وكنحبوا بعض واخا ما غيكونش كل شيء زوين ابدا لان غيكون الخيب ولكن داك الخيب كيضطر انه يجي لعند داك المزيان لان كتكون واحد كنتجمعوا كنمشيو نشوفوا هذا مريض نغنيوا لهذا في عرسو نفرحوا به الانسان هذيك اللمه الفنيه العائليه ولو ان تيكون كاين دائما كانت المشاكل كاين شويه نميمه كاين صراعات كاين شنآن دائما هضر فيا نهضر فيك هادشي كيكون هذا الواقع ولا كانت شويه ديال المنافسه ربما تقدر تكون غير شريفه ولكن واش بالحده اللي كانت شحال هذه حنا نديروا حنا نلخصوا حنا 98 دقه واحده ونشوفوا هذا الوقت هذا ديال هاد 10 سنوات انا كنشوف هذا الوقت هذه ولينا بحاجه ماسه أن الإنسان يكون شوية واضح ولو يكون يكذب على رأسه خصو غير يكون واضح لأن محتاجين واحد الحب فقدناه أولا حب ديال الفن حب ديال الصداقة حب ديال الارتباط ديال الإنسان كتخدم معاه واحد الفترة ما كتدوزاش مع أولادك كتدوزها معاه ولينا محتاجين الابتسامة صادقة ما بقاتش ابتسامة صادقة ما كيناش ولينا في واحد الحرمات يعني إلا قلنا كنا هذه الكلمة هذه صعيبة شوية لأن حقيقة هو ربما يكون واقع غير هو مازال باقي الحمد لله كان دائما متفائل دائما باقي الخير غير هذه الابتسامة الصادقة من القلب أنا ربما هذا عصر طغت عليه الماديات أكثر سي نورمال ولكن الماديات الإنسان ثاني خصو يشوف واحد الجانب إنساني
حنا غنرجعوا لهذا الموضوع هذا، نبقاو الى 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 نسيت فكروني نتوما في هذه المساله ديال الماديات، انا نشوف الى اي حد الماديات لعبت دور كبير فما بقاش هذيك الجو الجميل في الوسط الفني اللي اللي كنا كنقلبوا عليه، وربما براي ناس اخرين ربما هذا احسن من من, من قبل. على ان نسمعوك في الاول في في طبعا في ورده، اكيد بنسمع ورده. شنو نديروا الاخوان؟ اقترحوا عليا، اقترحوا عليا شي حاجه ورده ونغفلوها. الوداع الوداع، تفضل. خايفة من
علاش تفارق خليك هنا خليك خليك هنا لا
عليك لا سعاد، سعاد حسن، فدائما كان تربو معك وكان مشي ومع التفاعل ديالك مع الأغاني كلها تبارك الله عليك. على أين فنرجع ما كنا إحنا بصدد ديالو، كنا كنجبدوا هذا الموضوع، كان ضروف مواضيع عامة، ما هذا الشيء اللي تيروج حاليا كما قلنا إحنا دابا في مثلا في الميدان الفني، لأن اختلطت الأمور، ما بقاش فقط الفنان فنان هو فنان يغني وكيدير لسواري ديالو، دابا ولات بزاف الأمور كتلعب في الريزو سوسيو، الفنان ولا تيهضر حتى هو مع دي لايف مع الناس، ولا كيتبعوا الناس في الحياة اليومية ديالو، يعني ماشي بحال الطريقة اللي كانت قبل، غير هي ربما واش أحسن ولا أسوأ، الله أعلم. تجي تقولي لنا. وهي بالنسبة للحياة الشخصية ديال الفنان، بالنسبة لحياته اللي كيعيش يوميا، زعما حشومة لأنها يشاركوها معايا الناس. أنا كتجيني عيب أن أسرار داري وولادي وحياتي تخرج وتبدأ في الألسنة ديال الناس، أنا ضد هذه الفكرة. ولكن هي ظاهرة عامة، ربما ما كناش غير في المغرب، راه كنا في جميع. احنا كنقولوا بالنسبة كشخص كأنا دابا كفنانة، يعني ما يمكنش لي نشارك هادشي. ربما انت، ولكن احنا دابا كنشوفوا نديروا احنا واحد الفنانين في نفس يعني بداوا بحال في نفس لاج، نقولوا من الجيل هذا الجديد، ولكن الا واحد تيشرك الناس اكثر في حياته الشخصية فكيكون الناس كيتفاعلوا معها اكثر. لا، ولكن ما تنساش ملي كيكونوا الاولاد، ملي كيكونوا الاطفال باقيين صغار، وانت كتهضر على حياتك وعلى حياتك بصفه عامه، او ديري جات اطفال ماشي مشكل، لا ملي كيكبروا الاولاد وهذا كتولي شويه ثاني واحد الحساسيه ديال اسرار ديال دارنا خارجه. احنا كتعرف احنا عندنا واحد المجتمع ما كيرحمش نعم. طيب فانتما نسولكم انتما كجيل جديد ربما، فشنو اللي كتعرفوا على الجيل اللي كنقل منكم مثلا في الناحيه، كنهضر على الفنانين، كي كان كيجيكم كي كان كيجيكم الفن الفنانين صراحه من ناحيه الموسيقيه. انا من ملي كنت صغير كانوا الاصدقاء ديالي يعني كبر مني ب 10 سنوات 15 سنه، فممكن هذا اللي خلاني انني اليوم لي الشرف انني كان نشتغل مع الفنانه سعاد حسن وبزاف ديال الفنانين، وصراحه يعني تلمت عليهم، كنا كنقلدوهم في الجلسات ديالهم في الهضره ديالهم، كانت واحد لما اي وقت عنده الزوين والخايب، ولكن كان الزوين طاغي على الخايب، بحكم انه كان الفن هو اللي حاكم، ماشي المظهر، ماشي الماده او المظهر، أولا مثلا الصفحه ديالك شحال فيها او كذا او كذا، كان الفنان كيتحترم على الفن ديالو وعلى الصوت ديالو وبطبيعه الحال الاخلاق ديالو والكاريزما ديالو، هذا فهذا هو الاختلاف. ماشي بحال دابا مثلا، ربما الفنان يقدر يكون عادي ولكن ربما يكون معجبين اكثر، يكون بحال دابا تيبين بان المظاهر ديالو ربما عنده طومبيله واعره مزيان، فهمتي كيسافر بزاف في المسافر، كيبين راسو يعني متبعين الناس في الحياه الشخصيه اكثر من الفنيه. دونك فوالا، هذا هو ياك تنظن كاين الفرق، لان كان شحال ديال الفن لاجل الفن، بيان سور الماديات كانت دائما كاينه، بيان سور ما كاينش غادي شي بلا ما يخدمش على الماديات، راه الماديات وسيله للحياه، غير هو حتى الجمهور راه مقسوم، راه ماشي نكونوا الجمهور، كاين الاذواق مقسومه في لا ما كنعم احنا ما كنعموش الجمهور، لان الجمهور انا ما كنلوموش، لأن ملي كتشوف واحد الفنان كيعطي شي حوايج على حياته على لبسه على ذا، فكاينين بعض الشباب ما خدامينش، أو ما كيشوف واحد الإنسان كيغني وكيركب في واحد الطونوبيله غالية والتليفون غالي وهذا، كيقول زعما علاش أنا من حيت في هذا الموجة هذه، كاينين متطفلين بزاف عن الفن. طبيعة الحال أنا كنقولها، أنا شوف أنا كنقول اللي كاين اللي بغى يتقلق يتقلق، كاينين متطفلين بزاف، وكاينين ناس من الناس اللي كي من الجمهور اللي كيشجعوا التفاهة، شد الميكرو أغنيها عايشاها جيلا لا كتلقى كل شيء كيجذب، ملي كتطلع أنت تغني السواح كيقول لك الناس
16. وهاد النقطه اللي بغيت نوصل انا باش يسمعوها من عندي هو علاش ملي كيكون شي فنان اجنبي كتعطوه وقت وكتسمعوه. يعني اللي غيغني هذاك الاجنبي مثلا انا غنغني ام كلثوم غنغني اروح لمين ولا انساك ولا انا علاش ما غتسمعوهاش مني انا؟ ولا طلعت شي وحده جات من مصر وجايه ولقي وما كدير. والغريب في الامر شنو؟ ما كاينش شي نيفو ديال اوكي يعطيوها اهميه. طلعتي التيفونتي دابا صافي. لا وانا كنقول الصراحه انا ما عنديش ما نخبي لان انا هاد الشيء عشتو هاد الايام عشتو. انا عيطوا عليا ناس انني نشارك في واحد الحفل وطلبت واحد الثمن يعني مناسب كانني فنانه مغربيه. جابوا فنانه من القاهره في الكورال عطاوها الدوبل ديال الثمن اللي طلبت انا. غير في الكورال؟ كيفاش في الكورال؟ في الكورال ديال الاوبرا. جابوها كتغني يعني الا كانوا العازفين غيفهموني الا هي كتغني انت خاصك تقلب على النوطه اللي كتغني فيها فين كاينه بعدا كل واحد خاصو يقلب فين كاينه. ديتونيا ولا كما تنقولها بلغه الفنانه مشعره. ايوا هادشي كنعيشو الله يهديهم وصافي. طيب طيب على اي نواصل وانت راه كيتقلقوا منك من الناس مره اللي بغى يتقلق مرحبا انا ولكن معايا انا ما نتقلقش. لا ولكن عرفت علاش ما يتقلقوش مني حيت كاينين الاغلبيه ديال الناس كيعيشوا هادشي اللي كنعيشوه حنا كفنانه. نعم مثلا اللي كيجي واحد عشرات الناس او باغيين يسمعوا شي حاجه ديال الطراب وينوضوا شي ناس حداهم لابسين القيم ولا لا وين الشعبي؟ اها انا من عندي الشعبي وهذا اللي هذا اودي الشعبي عنده وقيته تا هو وكاين ناس. شوف انا ماشي ضد الاغاني الشعبيه بالعكس باش نكونوا واضحين كل حاجه عندها وقتها. يعني الفنان ملي كيطلع يغني خليه على هواه يعني وسيرتو ملي كتكون خدام في واحد المحل خلي الاذاعه وخلي التلفازه وخلي السهره وخلي السهره دابا راه غنيتي وما حيحتيش واحد ما غيصفق لك هادشي اللي كاين. طيب واضحه الفكره سعاد حسن غادي نمشيو مع حمزه. حمزه نبغي نسمعوك فنسمعوك في الاول ثم نرجعوا نتكلموا معك. في اول اختيارات سمعت قبيله كدندن مع الاخوان زيديني عشقا زيديني. مرحبا. نعم طبعا شعر نزار قباني وأغنية كاظم الساهر الأغاني الجميلة كتفكرنا فيها بواحد الزمان جميل حقيقة. لما الظاهرة لما كان بان الفنان كاظم الساهر كان بدل شوية وكان شكل يعني كانت تغيرات الأمور فنيا. تفضل اسمعوا زيديني عشقا. احلى نوبات الجنون زيديني زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات الجنون زيديني زيديني غرقني يا سيدتي ان البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني زيديني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني زيديني امرأتي بين نساء الكون أحبيني يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني يا أحلى امرأتي بين نساء الكون أحبيني
حتى احترق الحب أحبيني. إن كنت تريدين السكن أسكنتك في ضوء عيوني. حبك خارطتي، حبك خارطتي معادك، خارطة العالم تعنيني. حبك خارطتي، حبك خارطتي معادك، خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كصرب حام من بغداد إلى الصين. زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني. زيديني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني. زيديني قلبي نيسائي. أيا رمل البحر وروح الروح، ويا غابات الزيتون يا طعم الثلج وطعم النار، ونكهة شكي ويقيني. أشعر بالخوف، أشعر بالخوف من الضوضاء فآويني. أشعر بالخوف، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني. أشعر بالبرد، أشعر بالبرد، أشعر بالبرد فغطيني غطيني. وظلي قربي غنيلي، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن في جبيني، عن حب امرأة يقتلني في حدود الشام. سيرميني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني. زيديني زيديني عشقا زيديني يا أحلى نوبات جنوني. زيديني حمزة. كذلك أنت من الأول كنت درتي كونسيرفاتور وقلتي لي في بدايتك قريتي شحال درستي؟ درت عامين سولفيج وعامت الآلة، كنت باغي ندرس الآلة ديال العود. وجات شي ظروف، جاءت الأقدار أنني بدلت المدينة وما قدرتش نكمل بحكم أنني المدينة جديد فيها وما عرفتش الكونسيرفاتور فين كاين ومشاكل الحياة ومشاغل الحياة وكذا. دونك ديريكت مشاكل انت اللي خديتك. دونك ديريكت بديتي كتخدم، يعني اشتغلتي طبعا في بعض المطاعم وبعض المحلات. حتى الان ما باقي ما عندكش ان سينجل ديالك خاص؟ لا يلاه عاودت بعض الاغاني، درتي ديكوفر. درت لهم اعاده طريقتي الخاصه بمساعده بعض الفنانين. طيب ولكن علاش باقي ما، يعني الواحد على الاقل من تيكون بادي وتاي خصوصا في البدايه
من بعد ما كيبدا يشتغل هذاك الشيء كيدير واحد سينجل على الاقل خصو يبقى يبصم به. هو الصراحه يعني نصيحه من بعض الاصدقاء ليا كانت هي انني ما نديرش سينجل حتى نكون يعني حاط فيه جميع المواصفات ديال الفنيه والموسيقيه وكذا. نعم مواصفات يعني بغينا مثلا من ناحيه تكون مقتنع بالعمل لحنان وكلمه ومن جميع صعيبه شي شويه هذه دابا انا ياخذ الوقت لحد الان الحمد لله. ان شاء الله انا ختم على واحد الاغنيه هي مغربيه كلمات يعني 100% مغربيين وان شاء الله قريبه غادي تكمل في قوليها بعض الرتوشات مع المايسترو اللي كانوا جالي التحيه من المنبر ديالكم احمد الحزمي. نعم طيب فكرتي انك اشتركتي في شي مسابقه من البرامج اللي كيروجوا سنوات هذه حتى قبل كوفيد؟ لا عمري طيب بالتوفيق ان شاء الله. احنا مازال غادي نسمعوا كذلك في انماط موسيقيه اخرى ومعاد معاد اللي جانا اللي ولد مدينه العرايش وطبعا من طنجه جانا ولا ساعه قديده دابا بين طنجه وكازا ساعتين وعشر دقائق انت دونك حقا زوينه ان شاء الله نتمنى يكونوا هاد المشاريع والمشاريع اكثر في البنيه التحتيه المغربيه والحمد لله المغرب دائما حنا كنقولوا مغرب البناء المغرب الاورش الكبرى وهذا يسعدنا جميعا طبعا. فغنبغيو نتكلموا معك شويه ولكن قبل من ذلك نسمعوك في اولى الاختيارات شنو غادي تسمعنا يا معاد؟ نديروا فاتي المعاد. معاد مع فاتي المعاد مع عماد دونك مع سعاد وسعاد قضيه كاين حرف العين اليوم كاين مزيان انا اللي خارج من الجماعه نسمعوا فاتي المعاد مشيتي ديريكت للمدرسه الطربيه يلا راه عندك راه حداك هذاك لا تبارك الله على سعيد حداك سعاد يلا تفضل فاتي المعاد بعيني لسه ما هوش بعيني
وأسويت التنهيد والوحدة والتسهيد وأسويت التنهيد والوحدة والتسهيد لسه مهمش بعيد لسه مهمش بعيد وعايزنا نرجع زي زمان قول لي الزمان ارجع يا زمان وعايزنا نرجع زي زمان قول لي الزمان ارجع يا زمان وعايزنا نرجع زي زمان قول لي الزمان ارجع يا زمان وعايزنا نرجع زي زمان قول لي الزمان ارجع يا زمان وهاتلي قلبي لا تاب ولا حق ولا انجرح ولا شاف حرمان وهاتلي قلبي لا تاب ولا حق ولا انجرح ولا شاف حرمان تيفت بإيه يا ندم يا ندم وتعمل ايه قدام تفيد بيه ايه يا ندم يا ندم يا ندم وتعمل ايه قدام طاري ليالي 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 الألم طاري ليالي 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 الألم وتفرقوا الأحباب وتفرقوا كفاية بقى تعذيب وشقا كفاية بقى تعذيب وشقا ودمع في فراق ودمع في لقاء تعتب عليا انا بايدي ايه تعتب عليا انا بايدي ايه انا بايدي ايه عليك معاذ فاتي معاذ من طبعا الاغاني الجميله للسيد ام كلثوم وعندها حتى عندي مع ذكريات هذه الاغنيه الجميله فنرجع معك يعني طريقه الاداء ديالك جميله دينا جميله جدا باحساس عندك واحد القرار جميل جدا فدايز انت في المدرسه ديال الانشاد داير السماع والانشاد كيفاش بديتي البدايه ديالك انا كاين سعاد كاين هذاك بين دايز من براسه ديال السبع والمديح انا كبرت في واحد العائله من جهه الخوال خوالي كلهم منشدين كلهم مقرئين تبارك الله داكشي جا وراثي فورت منهم ديك الموهبه ديال الانشاد ديك المشيخة كيتمشيخوا في الاداء ولكن ممكن من بعد بديت كنسمع كنسمع الطراب كنسمع المواويل والابتهالات فانسحبت من المجموعه ديال خوالي ومشيت للمجموعه ديال عمامي المغنيين راه كنا تقلقوا عليك خوالك دابا مشيتي عند عمامك عمامي تا هما ماكين دابا دونك مجموعه ديال هادشي في العرايش ياك
في العرايش. وكنتي كتدير معاهم بعد مثلا الخرجات مثلا في بعض المناسبات؟ كنمشيو للمناسبات. الوغ كيفاش مشيتي؟ ما فهمتهاش هذه مزيان، كيفاش مشيتي من عند خوالك مجموعه العمامك؟ شنو كيديروا عمامك؟ عمي عنده واحد، عمي عنده فرقه موسيقيه، والعمام اللي باغين كاملين تبارك الله عندهم مع الموسيقى والطرب، محبين للموسيقى. طيب ومن تما بقيتي معاهم كذلك، استقلتي حاولتي تستقل انك كنت كتخدم مع عمي في المجموعه ديالو في الافراح وفي الحفلات. المهم تخدم خدام هكذا ولا لا؟ لاقش لاقش. مزيان. وفين كانت القضيه؟ فين كانت دايره دايره شويه الفلوس؟ شويه مع اخوالك ولا مع عمامك؟ مع عمامي طبعا. على اي كنحيوهم طبعا وكنشكرهم. ومن بعد انتقلتي كتشتغل مباشره، عندك شي اعمال خاصه درتي ديكوفيرت انت مازال؟ كنفكر ان شاء الله ندير شي حاجه، شي حاجه البدايات عاد ندخل الاعمال الخاصه ان شاء الله. بالتوفيق يا معاد، بالتوفيق ان شاء الله. معاد سعاد حسن، فحنا دابا تقريبا اكيد مقبلين على شهر رمضان المقبل في الافق بحول الله، وكثير من الناس كيبداو يشتغلوا الاعمال درام ديال الدراما، لي سيت كوم، مسلسلات ربما. دونك انا بغيت نسولك، واش كاين شي اعمال من غير واش كاين شي حاجه في رمضان تكون، لانك شناك تنشطي كل مره في لي سيت كوم في مسلسلات، ولكن وكاين شي اعمال في السينما؟ لانك انت نهار الاول بديتي بالسينما ياك؟ اول بديتي بجده ديريكت، قطعتي المسافه دقه واحده. واو، شوف كتجي فرصه مره فرصه، الا كانت ديك الفرصه صحيحه غتكون عندك غتخلي البصمه ديالك فيها، كانت كتقول اهلا وسهلا. فلي سيتكم ان شاء الله الا بقينا في الحياه من هنا غادي يبدا التصوير قريب ان شاء الله مع السي خالد النقري، كنحييهم وكنقول ليه، لانه ديما كيقول لي راه خاصك غتبقاي تخدمي هنا حتى ودي فرقتوني، ما تعرفت واش نغني ولا نمثل. ونتمنى ولكن في الوقيته ديال التصوير كتبقي تلقاي الوقت في الاشتغال في الغناء مثلا؟ شوف انا غنقول لك واحد الكلمه ممكن كنقولها على راسي ولا كيقولها لي شحال اللي كيعرفني مزيان، انا راه حربيه تشوفني بحالك. لا لا باين انا كنعرفك مزيان. انا حربيه ومحربه. لا حربيه، لا حربيه حربيه. لا لا شوف هذاك يكون كيعني فاس عماد شي لا 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 لا, لا بالعكس لا نعرفش بغيتي هنا هنا تنعرف حربيه او محرب شي واحد يمكن نقولوا حنايا بالعاميه ديالنا دي غوردي، دي غوردي حار. طيب. يعني في محطتيه قديم وي ملي انا كنحب داكشي اللي كندير بالنسبه للفن. انا ماشي خدامه على باش ناخذ غير الفلوس، انا خدامه لان كنحب الفن. وخا نكون فين كنت ملتزمه معاك، كنمشي مثلا نسالي الخدمه ديالي ونجي للدار نبدل عليا، عندي تصوير مع 6 ديال الصباح او الخمسة ودا كندير لا نافيت كازا مراكش يوميا، وكنكون في الوقت قبل من اللي ساكنين في كازا. ولكن ملي كيجيو ما كنخليهمش شي حد يتقلق على هذا ولا ذاك، خاطر التكركير كنضحكوا لان غتجي واحد السويح وكل شيء غيمشي بحال. أكيد, اكيد تبقى الذكريات زوينه طبيعه الحال. والحمد لله أكيد. الحمد لله يعني الاسم ديالي وسط الفنانه كيتختار مع الممثلين ومع مخرجين مع ذلك، فهذا فضل من عند الله. هذه واحد لله. ربما 10 سنين واش كنتي تقولي بانك في يوم من الايام غتمثلي؟ وهو على ديك الحاله اللي كندير راه خاصني نكون في الاول كنت ما كنوقرش راسي جيستو. ولكن واش زعما فكرت؟ لا ما عمرني فكرت، عمرك ما فكرت؟ انا فكرت كون سولناك دابا 10 سنين هادي وحنا تعرفك سنوات الحمد لله، ولكن ربما 10 سنين امبوسيبل سعاد حسن حنا نفكروا فيها بان غتدخل العالم ديالك. بيان سور الغناء راه سنوات من وهي صغيره. ما عمرني ما عمرني اعتمدت انني نكون في التمثيل، ولو انني ملي كنجلس في شي بلاصه ما كيكونش حتى واحد ما كيبقى بعقله كلشي كيكركر وهذا، فكان عندي حس مسرحي كنقول خصني شي نهار ندير المسرح. لان انا كيعجبني نكون قدام الجمهور، لان كتعرفني انا نشد في هذا ونشد في هذا ولا ذاك. جوستومون هذاك الروح اللي تنقول اللي قلت قبيله، هذيك الروح المريحه ديالك ولا هذاك الكاركتير، اول ملي قلت في الاول في البدايه كنشوفك تنضحك، لان علاش؟ لان تنعرفك دائما يعني تعزي عليك الضحك والتقشاب كما تنقولوا، وشدان وتشدي في هذا وتشدي في هذا، ولكن بواحد الطريقه زوينه. انا في المسرح جوستومون بحال دابا انا نتخيلك في شي دور من الادوار المسرحيه، لان المسرح ام الفنون،
والمسرح جميل وعزيز على قلبي انا كثير، لان خصوصا المسرح تيكون مدروس وزوين مثلا تلمدنا على المسارح المغربيه طبعا، ولكن كذلك المسرح المصري عادل امام اسطوره ديال حقيقه في المسرح من غير التمثيل ديالو في السينما والتلفزيون الى غير ذلك. فانا كنشوفك في المسرح وكنشوفك في شي اوقات ديال خروج عن النص في ارتجال، يعني انت ساهل انت دابا يتعاملوا معك المخرجين صعيب تدغي تخرجي على النص عادي. نخرج ونرجع تخرج وترجع نخرج ونرجع، ولحيت عندك واحد ديك التلقائيه والعفويه حتى في دوك لي غاغ ضحكي الناس، لان بدون بلا ما تقيم مقيده بالنص بالنص ديالك. وهذا الشيء انا كنديرو دابا حاليا انت في الغناء كنغني. حمزه كيضحك كنحضر لي كنغني. نقدر نحبس الموسيقى ونجي نشد فيك حيت مثلا كنلقى شي واحد كيتفرج في شي حاجه في التليفون كنقول ليه اه والغنى والماتش كتفرج في شي ماتش انت ديال الريال ولا ديال هذا، كيقول لي اه واخا طفي التليفون اصاحبي حضر معنا باغي نتبع باغي يتفرج ولكن فيك داخل يتفرج فيك او ميم طون باقي داير التليفون باش يشوف، ولكن كنقولها بديك الطريقه ديال كنضحكوا هذا وكنقول لك كنضحك معك بصحتك. لا انت دابا مولفينك الناس عارفينك بانك هو الفنان خصو ديما يكون مسطي باش نقع ماشي مسطي مسطي خصو يكون على حقيقته ما نتقيدش في شي حوايج ديال بلا تصنع نتصنع ونتكبر. انا كنشوف بعض الفنانه ما كيرضاوش يسلموا على الناس، كيفاش كتصاوب تبن سلم على الناس وضحكوا مع الناس قربوا، لان الفنان ملي كيقرب للجمهور كيحبوا الناس. اكيد انا ما نكذبش عليك، انا كنخرج ملي كنخرج وانا كنسلم كيعجبني داكشي لان كنحس بالناس قراب ليا. ما بدلتش التوب ديالي. ما كتلعبيهاش ديك اللعبه ديال لا ما عنديش، ما كتمشيش هكذا شويه هاز راسك في الفوق هذاك الشيء، ما كاينش راسي تعكني شي حجره طيح شكون غينفعني كلش لهز راسك. انا الانسان قال لك ما انت وضع لي الله رفع اكيد اكيد تواضع من شيء ديال الاخلاق الحمد لله. اما اللي على عين شوفوا الناس تتهضر، الواحد ملي تيكون متواضع راه كيدخل لقلوب الناس كيكون اكثر قريب من الناس من العفويه ديالو، ولكن ولله فيما يعشقون المداهب. طيب غنسمعوا سؤال حسن ثاني كيفاش ثاني وثالث؟ لا غتتبخلي علينا عرفك ماشي بخيله حتبخلينا علينا يا سعاد. اسمع يا استاذ الله يخليك يا استاذه انا جايب لك جوج اصوات. لا واخا ايوا ولكن ما يمكنش حنايا معنا الاصوات حنا مزيان حنا تنشربوا معاهم هاد النفحات الجميله وكنا بغينا نشربوا من العين. عماد اقسم لك يمينا بالله انا ملي كنكون نغني وكيجي شي شاب او شابه كتغني ما كنبخلش عليها، يا اما نعاونها في انها كيفاش تكون مع الناس في المسرح او التلقائيه ديالها كيفاش تغني. نعم. ما كنشد داكشي عندي كنقول طاحت ميزان وندور، لا كان نبه لهذوك الحوايج هذه راه درتيها عاودي مرني عليها باش تاخذيها. هاد اللبس اللي كتجيبي راه ماشي ديال هذا المسرح ماشي ديال هذا. وانت هاد الشيء وانت شابه في سنوات لقيتي هاد الشيء من ناس كبر منك ديك الساعه؟ ياسر لقيتي هاد الشيء؟ ياسر، لان كانوا تبارك الله راه كانوا فنانات كبار، كانت سعاد حجي، كانت لطيفه الجواري الله يرحمها، كانوا فنانه في واحد المستوى اللي كيخليك، لان انا دخلت الوسط الفني لقيت الناس مولوعين بالاناقه. مولوعين بالفنان كيقول لك والهندام فنان كيطلع يغني باللبسه كيدايره، دابا ولينا متعطشين حتى لهادشي. واللي زاد خلاني انني حبيت هاد الشاب هذا ملي كيجي يغني معنا في المسرح انيق. يا بطبيعه الحال انا ما نكذبش عليك انا ضد فنان يشد الميكرو ويطلع بتجين مقطع وهذا، وانت كتغني محمد عبد الوهاب وانت كامل مقطع. الفنان خصو يوصل الفن ديالو بواحد الاحترام. هي خشبة المسرح تتبقى عندها واحد الخصوصية ديالها واحد الاحترام ديالها، واخا نكونوا نلبسوا كيما بغينا في حياتنا العادية. شوف اللباس عادي بنهار وبدا انت حر، ولكن نعطيو الحق للمسرح الخشبة خصو البوديوم خصو الحق ديالو. لا هي راه ما كينفعش معها دون ستاشر معها ديال الناس سيدي تفضل برد وسخون.
برد وسخون تحمدو فيا بزوج انت وسمرلو انت وسمرلون برد وسخون يا هوا برد وسخون تحمدو فيا بزوج انت وسمرلون انت وسمرلون هوا يا هوا هدنا ويا مجدا عيونه اشتبه يا
يا سلام عليك، تبارك الله عليك الفنانة سعاد حسن. الأغنية جميلة ودرسيها في على الصول، يا سلام طلعات زوينة تبارك الله عليك. مخشي باقي الفات تبارك الله عليك، ما شاء الله عليك. طبعا دائما بغيناك دائما تكوني متواجده الحمد لله، حتى مع الشباب، فمن سواء معاذ سواء حمزه هما دابا يعني في المسار ديالهم الفني، هما غاديين كيشقوا الطريق ديالهم، شنو ممكن النصيحه اللي تعطيهم باش يبقاو غاديين يمشوا مزيان، يعني ما يوقعوش لهم ما تعوش بعض المطبات الهوائيه؟ انا في الحقيقه معاهم رخصهم يعطوني دابات وتبارك الله عليهم. شوف الانسان خصو غير يكون مصالح مع نفسه، الفنان خصو يكون عنده واحد الثقه في نفسه ويدير الحاجه اللي هو راضي بها واللي غيرضي بها الناس اللي غادي يسمعوا، ويكون واحد الانسجام مع الفرقه اللي كتكون خدامه معاه، لان الفرقه ملي كتكون قريبه للفنان كيكون واحد الانسجام. اكيد ملي كيكون العازف مبسوط بهذاك الانسان ولا هذيك الفنانه كتغني قدامه، فكيكون كل شيء تبارك الله وصلى على النبي كيولي كيعطي اكثر من داكشي اللي عنده. هذيك اللي كنسميوها حنا العائله في الكره مثلا، فرقه ملي كتوصل للسطاد ديال العائله فكيكون واحد الانسجام كبير، حتى الا ما كاينش ديك الروح ديال انك توصل واحد الحب، الناس خدامين معاك لانهم هازين واحد الحمل معاك، معاونينك في صوتك اكيد في الاداء ديالك، ملي كتكون واحد العجرافه ديال ابدا شنو ولا هذيك، ما حيت الموسيقي بحالهم بحال الجمهور، الا طيحوك طيحوك، الا شجعوك شجعوك. انا خصك ديما تكون قريب، لان انت هما فنانه وعندهم واحد الاحساس، خصهم تما يبانوا في واحد الصوره جميله. واخا حنا دابا فقدنا ان تكون فرقه وتكون هادشي، ما ولينا محشين نشوفوه، حيت الوقت ديال دابا يمكن غادي يكون معايا حمزه في هذا، وبالنسبه لمعاد انا ما عرفتش كيفاش العمل عندهم تما في طنجه. المشكل اللي كاين دابا هو العازف ملي كيجي يخدم في شي مطعم او ملهى او وكيكون مثلا ثلاثه الافراد خدامين، وكيجيو كيقول لهم انا غنخدم بوحدي، فتخدم بوحدك شنو غادي دير كاع؟ واش غتاخذ الثمن ديال هذيك الفرقه اللي خدامه معاك؟ ما يمكنش، غتاخذ داكشي اللي درت معهم المحل. ف حبه يعني الطريقه فهمت باش نفسروا ربما للمشاهدين اكثر. دابا كاين مثلا كيكون مع فرقه موسيقيه الفنان دابا ديال وحده مثلا كيكون غير بالاورغ وبوتاريت مثلا وتيغني بوحده وكيدير الشو راسو، كيطلب انه ما يخدم مع حتى واحد، او كيجي وكيلقى مثلا ثلاثه الناس خدامين، حيت راه ما يمكنش، راه هذه راه ما كيستوعبهاش العقل انك غدير كل شيء. لا أكيد. اكيد العمل هو اللي تيكون جماعه وكل واحد كيعطي الاضافه ديالو. شوف واحد الكلمه قالتها واحد الفنانه الله يذكرها بخير ونحييها من هذا المنبر، هي الزينه الدوديه. راه لا بغيتي شمعتك تضوي خاصك تضوي شمعه الناس اللي معك. كون ووكل ونزيدهم واحد القضيه باش يديروها في بالهم. شتي مول المحل انت خدام معاه؟ عندك تقول مول المحل صاحبي ولا راه نهار تبان لي الضربه ولا العقل هادشي اللي كاين. انا كندوي بصراحه، خاص الناس تحب بعضياتها، خاص كتعزف الاورغ اي حبه هذا اللي خدم معك هذا كمان جوده، الناس عندهم عائلات عندهم وليدات عندهم. طيب واضحه الفكره، وصلت الرساله واضحه الفكره. اكيد اكيد ان الفنان خصو دائما يبقى قريب من الموسيقيين، لان الموسيقيين ربما كذلك كاين اللي تيكون أكفأ منه موسيقيا وفنيا ويعني يعاونك ويهزك أكثر وأكثر. طبعا يكون ذاك الاسبري ديال كما تنقولوا ديال العائلة ديال والعازف، راه ماشي هو المغني، راه نقدر أنا نجي يديروا لي أغنية في واحد النوطة كاع ما نغنيها، إيوا يلاه فك أنت. الإنسان خص يكون واحد الحب. أوكي طيب نرجعوا معك حمزة، شنو الاختيار اللي اتفقنا عليه في الاختيار الثاني؟ أغنية مغربية ما منك زوج. ما منك زوج أنت واحد، تفضل. ما
كاني وحداني هاد الليلة نعاسي محال رقادي محال وعدي وعجمان ساني خيالك طرثاني في البال ثاني في البال ناري ولقاني وحداني هاد الليلة نعاسي محال رقادي محال وعدي وعجمان ساني شعل غزالي تمثيل تفكر يا زمان نروي الحكاية للليل يتفاجأ القليب العيان شعل غزالي تمثيل تفكر يا قصيد
كتير قصيد كتير فكر في يهديك الله ويلي ويلي رانا كان بغي قلبي احتاشي ما انساك وحالف حالف لعاش بلبي دخلت عليك بالمحبة المحبة المحبة الكبيرة والود الصافي على شجرتي بلا سبة بلا سبة رسكات في جواب ماشي كافي علاش نسيتينا نسيتينا من بعد العشرة والعادة وقت أشوفك عينينا عينينا ما منك زوج انت واحد شكرا لك حمزة. حمزة بالاسم المعروف فنيا حمزة أحمد أحمد في المطعم والاسم ديالي حمزة ميمة. نعم ميمة ميمة دونك هو الاسم العائلي ديالك ولكن انت معروف بحمزة أحمد ولكن درتي حمزة أحمد ربما تخيلوا ماشي مغربي لأن هذا الاسم هذا ملي تيكون حيت كنت كنغني واحد الوقيته العراقي وكان ضروري انني ندير اسم مايل للشرق نعم دونك تي كتخصص مثلا في يعني الغناء العراقي الغناء العراقي الموال العراقي الى غير ذلك وشنو بدلتي شويه رجعت للطرب حيت كنلقى في راحتي وشنو الاحب المدارس القريبه لك طربيا هي اول مدرسه تلمت عليها مدرسه الوهابيه محمد الوهاب من وراها مدرسة كاظم الساهر اللي صراحة عندي معها واحد العلاقة عن بعد كان غني أغانيه بواحد الحب من غير جميع الأغاني اللي كان غني طيب حيت سمعتك كهدرك كتغني عبد الحليم دونك صوتك شوية يعني يعني كاين شوية الحليميات الحليميات من النصيحة ديال لالا سعاد شفت بأنه ممكن نغني عبد الحليم طيب والحمد لله شكرا حنا كنخرجوا منه الهضرة فهمتيني دابا بغيت نخرجوا مابقاش حشمان خلي أنا أول مرة عرفت سميتو حمزة أحمد كنعرف حمزة حمزة جوستومو لأن حمزة كثير باش حتى أنا كنحاول باش الناس يعقلوا أكثر على الفنان لأن ربما كثير حمزة فحمزة أحمد باش نستنى صراحة أنا مازال ما مركزش صراحة على ارجع لسميتك خليك حمزه ميمة حمزه ميمة ميمة وعادي فوالا احسن لان ما كنضربش الحساب صراحه والجاي الجاي شويه شرقي اكثر من انه مغربي كذلك غادي نبغيو نسولو معاد وحنا غنبغيو نسمعو كذلك في المغربي بما الحلقه كلها سمعنا شويه الاغاني المغربيه وحنا كنعتز بالمدرسه المغربيه طبعا كالعاده فمعاد معاد فنيا الاسم معاد بوحيا معاد بوحيا كنت داير شي اسم قبل فني داير معاد الاسمر معاد اسمر ممكن اسمر موجود بانت كثير طلعت عليه السموري وسقاو صافي حيدتي اسمك خليها معاد بديت نزيد شويه دابا غير معاد وفقط معاد بوحيا معاد بوحيا طيب كنشكركم على الحضور ديالكم خلال الحلقه سواء ليك حمزه سواء معاد معاد غادي نبقاو معك في اخر اغنيه للاستاذ ابراهيم العالمي اللي هي خليني بعيد غنختم معك اللقاء
في الأخير كنبغي نشكر كذلك الفنانة سعاد حسن بالتوفيق إن شاء الله في الأعمال. نشوفوك في رمضان المقبل من خلال هذاك لو سيتكوم، نخليه مفاجأة، ما بغيتش نحرقوا إن شاء الله نحرقوا الموضوع ونحرقوا الدور ديالك إن شاء الله. كذلك عندك سهرات أكيد خارج أرض الوطن إن شاء الله. سلمينا على الجالية المغربية، وأنت كنعرفوا يعني كتمشي بين بروكسل بين بلجيكا بصفة عامة وبروكسل والمغرب، وعندك الأهل تما وعندك العائلة كلشي تما، الوليدات كاع تما، سلمي عليهم جميعا. الله يطول عمرك والهلا يخطيك. وكنشكرك لأنك ملي كتقول لي غادي تحضري معايا في برنامج كنقول لك كاينين أصوات زوينين، كتقول لي مرحبا. لأن يمكن أنا كنقول عماد أنت في كيتيق فيا، لأنني كنقول لي كاينين شي أصوات ما كيناقش معايا الموضوع، طبيعة الحال غادي نتيق فيك. فلهذا كنحييك ونقول لك تبارك الله عليك، وتحية للفرقة الموسيقية، تحية للشباب الطاقم كله تبارك الله عليه. واخا ما عمرني قلت انا قلت اليوم قلت لي، ولكن راه هما حيت ملي عارفين اللي كنسلم عليهم ملي كنخريو ما تيضحكوا. المهم غادي نغير نساليو هيا معكم عزيزين كاملين بلا مجامله بلا، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك، شكرا لك، وان شاء الله نتلاقاو في الفرصه لاحقه بحول الله. طبعا في الاخير غادي نبقاو مع خليني بعيد بصوت معاد على ايقاعها. اقول لكم الى اللقاء.
تخليني خليني بعيد خليني